تسجل سنويا عديد الخسائر بمستثمرات الفلاحين المتصلة بالأشجار المثمرة، وذلك بسبب انتشار حشرات تهدد محاصيل الفلاحين، أين ابتكر من خلالها الفلاح الحاج منصور، والذي زرناه بمستثمرته ببلدية سي عبد الغاني بتيرت، طريقة تعتمد على وسائل بسيطة لكنها أثبتت نجاعتها في مكافحة هذه الحشرات. أنا خدمتها نجيبوا القرعة ثقبوها بواحد لاماش تاع ويت، ولاماش هذه تكون تاع لوح باش تثقب البلاستيك هذاك. كي نثقبوها نديروا واحد 8 تاع ثقوب ولا، المهم كل واحد وكيفاش راح يثقبها، ثقبها الفوق ويجيب واحد الشريط لاصق، شريط لاصق يكون فيه شوية الأصفر، خاطر الأصفر يجلب الحشرة هذه. هذه الطريقة تعتمد على بعض المواد التي قد يرميها المواطن، في حين استغلها هذا الفلاح لتحضير فخ الحشرات كما يسميه الحاج منصور. كاين دير خمارة، سكر، سيرو، المهم حوت مجفف، حوت بقايا تاع الحوت، خاطر يعطيك ريحة كريهة، الريحة الكريهة هذيك تجلب الذبان حين يدخل، ما يسيبش كيف يخرج. هذه هي البصيدة تاعو، النتيجة رائعة. الأدوية هذو اللي راهم يجيبوهم شوية ما ينفعوش ومضرين بالصحة. قلنا حنايا نفوتوا هذه مادام جربناها عندنا، شلنا باللي جابت نتائج. فلا طالما اشتكى المستهلك من بقايا المبيدات والأدوية على الفواكه والخضر، فها هو الحل الطبيعي الذي جاء به هذا الفلاح، والذي يمنح إنتاجا وفيرا وخاصة صحي وطبيعي 100%.